the things in the Quran is interesting is that Allah subhanahu wa ta'ala, it says that he is the one who adhaka, you know, that he actually caused human beings to laugh. So he put it in our nature. I mean, part of our human nature is to laugh. And one of the things also that's interesting to me is, even though the Quran asks a very important question, أَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, you know, do you laugh about akhirah and about those matters and don't weep over the seriousness of your eternal destination, and you're in a state of heedlessness. And so one of the fears, you know, obviously of Muslims is that idea of falling into a heedlessness. But really a lot of what your humor is trying to take people out of heedlessness. Yes. Which is an interesting, it's another approach to it. It's actually trying to remind people of truths and higher truths. Well, Sheikh Hamza, يعني يمكن العلماء بعضهم يعني بيركزوا على بعض الأحاديث عن بعض, يعني مثلا تسمع انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الاحزان, تسمع انه yeah. مثلا صلاح الحديث yeah. الايوبي نذر انه لا يبتسم حتى تحرر القدس yeah. فيتم التركيز على هذه الاحاديث. انا رايت هذا في الكتب عن صلاح الدين. انا شخصيا استبعد انه لانها هي ليست من السنه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في اشد الازمنه عنده صلى الله عليه وسلم كان يبتسم وكان يفرح, لم يقول هو دائما احزان. هذا كثير من الناس لا يفهمون, لا يفقهون هذا الشيء. قاضي عياض قال كثره الاحزان لا تنافي كثره ابتسامته, لانه قال اذا رايته مع ربه من شده استغراقه كانه دائما احزان, لانه هو كان مستغرق مع الله سبحانه وتعالى, لكن لما خالط الناس كان كثير الابتسامة. فإذا توجه إلى الخلق توجه إليهم بجمال وبلطف, لكن إذا توجه إلى ربه كان أعظم الناس. يعني الحزن في القلب أكثر من يعني هو حزن. الله نهاه عن الحزن, لا تحزن. هو الحزن ليس الحزن كما يتصوره الناس, لا, هو الاستغراق. يعني العلماء فسروا هذا بمعنى الاستغراق وليس الأحزان. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد, هو كان فرحا بربه, فرحا بعلمه بالله, فبذلك فليفرحوا. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يفرحوا. الفرح من الإسلام, وهذا دائما الضيق والانكماش والغضب والحقد هذه أمراض في القلب. يعني المسلم ينبغي أن يكون فرحا بربه والله. وأنا للأسف ولدي هو 12 سنة لما أتى إلى, هو سألني لماذا المسلمون لا يبتسمون, هو سألني هذا الشيء لأنه لم يتعود هذا الشيء. وأنت رأيت كثير في أمريكا الناس يبتسمون في وجهك إذا يعاملك وهكذا. وأنا يعجبني مثلا قد يكون هناك الكثرة في أي شيء قد يكون نوع من الخطورة في ذلك, يعني كثرة الضحك وكثرة هذا يعني العلماء يقول يميت القلب, وهذا صحيح. بس كثرة الضحك نعم ليس الضحك يعني أبدا نعم. ونعيمان رجل غريب إذا تقرأ القصص ممكن عنه قصة كذا عنه لأنه هو له طرائف يعني. أنا غريب عندي كتاب عنه, وذكر أنه كان مع ابن عمه وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فلما أبو بكر انصرف هو ابن عمه طبخ شيئا, فهو قال له يعني نأكل لأنه جائع. فالرجل قال لا حتى يعود أبو بكر, فهو غضب فذهب إلى قوم مجاورين فقال لهم أنتم في أحدكم يريد أن يشتري عبدا؟ فقال أحدهم بكم؟ قال عندك خروف؟ قال نعم. فقال له في عيب واحد, لأنه لازم شرعا أبين العيب الذي في المملوك. قال هو يكذب كثيرا, وإذا أنت تذهب إليه سيدعي أنه ابن عمي وليس بمملوك وهكذا, فإذا تقبلوا هذا العيب يعني أبيعه. فقال نقبله. فذهب وأراد أن يأخذه, قال هذا إيش؟ قال أنا اشتريتك منه. قال أنا ابن عمه. قال نعم أخبرنا أنك كذاب. فهو ذهب به يعني القوم. فلما جاء أبو بكر نعيمان أخبره,
يعني يستغرب ذهب واخذ لما رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ضحك قال انه ضحك. وكذلك في زمن عثمان رضي الله عنه في واحد جاء اعمى وطلب منه مكان ليبول فدله على مكان اي فهو بان والناس كلهم قال من دلني على هذا المكان؟ قال جعيمان فقال حلف انه سيضربه بعصاه اذا يلقاه بعد ذلك. فجاء نعيمان بصوت اخر وقال تريد نعيمان؟ قال نعم نعم اين هو؟ قال ها هو فاشاره يعني اخذ به الى سيدنا عثمان فضربه. فنعيمان لما قال من فعل هذا؟ قال انا امير المؤمنين. قال نعيمان فعثمان عفى عنه لان الرسول كان يتحمله. فالرجل غريب جدا تقرا هذه القصص يعني الله سبحانه وتعالى هو جعله هكذا. فلذا هم سموا جولتهم هذا الله هو الذي جعلني مضحكا. وهذا صحيح من ناحية يعني أن هناك أناس الله سبحانه وتعالى جبلهم على هذا الشيء وفيهم دعابة وفيهم والله نحن فرحنا بلقائكم. It's very happy to be with you and I wish you success and I really feel that you know that your du'at, this is da'wah.